السلام عليكم ميدات التلاميذ ميدات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونكم بكم بخير وعلى خير. اليوم غنخدم معكم شي تمارين في هذا الواحد ديال العلوم الفيزيائيه السنه الثانيه. نقرا لكم التمرين. يحترق مسحوق الحديد اذا كان عرضوا له كذلك براده الحديد او مسحوق الحديد مع تكون شرارات متوهجه يعني متوهجه يعني مشتعله كتشعل يعني بالحمريه كنقولوا تسقط على شكل حبيبات رماديه اللون. اذا هادي كنت كنديروها اكثر لي كديروها بجيكس كتشري جيكس كتحرقها وكتبقى بحال كتلعبي به في الحشور كيبقى يتسقط واحد حبيبات رماديه. تندير حتى بجيكس هاد التجربه هادي. يسمى ناتج احتراق هو اكسيد الحديد المغناطيسي الصيغه ديالو FO3O4. اولا عبر كتابه عن هذا الاحتراق حصيله الاحتراق. ثانيا حدد الجسم المحرق والجسم المحروق. اذا هذا هو التمرين فيه جوج ديال اسئله خارجه معكم. قالك عرفي كتابه عن هذا التفاعل. اذا المتفاعلات عن اول متفاعله شنو هما؟ هو الحديد. اذا الحديد نحرق الحديد دائما الاحتراق كيكون ثنائي الاكسجين اذا هو الذي يغطي الاحتراق. حديد زائد ثنائي الاكسجين عفوا ثنائي الاكسجين اذا ينتج عندنا اكسيد الحديد المغناطيسي الصيغه ديالو FO3O4. اذا اكسيد الحديد المغناطيسي اكسيد الحديد المغناطيسي دابا في نفس السطر ما قدتنيش نعاودها كامله ما قدتنيش هكا ديروا حتى في ما قدتكم تعاودوها اذا نعاودها تتقدنا في نفس السطر حديد زائد ثنائي الاكسجين اذا ينتج اكسيد الحديد المغناطيسي اذا اكسيد الحديد المغناطيسي السؤال ثاني قال لك ما هو الجسم المحرق والجسم المحروق. اذا المحرق هو ثنائي الاكسجين ثنائي الاكسجين ثنائي الاكسجين اذا هو الجسم المحرق والمحروق هو الحديد. المحروق هو الحديد. هذه هي الاسئله اللي كاينه في التمرين اللي صورت لكم. غنزيدكم سؤال اخر عندي اقول لكم السؤال اكتب هذه الحصيله اكتب المعادله ديالها نكتبوا معادله نزيد لكم هذا السؤال عندي. اذا الحديد رمز الحديد هو Fe اكسجين راكم تعرفوا O2 تعطينا اكسيد الحديد 3 عطونا الصيغه ديالو اكسيد الحديد المغناطيسي عفوا FE3O4. اذا المعادله غير متوازنه اذا غادي نوازنوا هذه المعادله غير متوازنه غادي نوازنوها. اذا دا غادي ناخذوا اذا نشوفوا باش غنبداو بالحديد 3 لان شحال عندنا الحديد 3 3 ضربات هنايا وحده كتضربوا في 3 نشوف. اذا هنا الاكسجين شحال عندنا 4 هنا عندنا 2 غنضربوا هنا اثنان اذا اثنان اثنان اربعة ثلاثة ثلاثة اذا هي المعادلة متوازنة. شي جامي تحت لكم يقول كتب الحصيلة ها هي ولا قال كتب المعادلة وازنها ها هي المعادلة ديال هذا التفاعل الكيميائي. نتمنى هاد التمارين تستافدو منهم ونكون مرمضين معكم شوية شوية ما نتسقاش بزاف الفيديو باش نتوما ما تقنطوش من الفيديو الا كان طويل بزاف. ايوا مرمضان نهدي معكم في التمارين ان شاء الله والله يوفق الجميع والسلام عليكم تبارك الله عليكم. نعقلكم التمرين. ينتج عن احتراق البوتان في ثنائي الاكسجين ثنائي اكسيد الكربون والماء. اولا هل احتراق البوتان في هذه الحاله احتراق كامل او غير كامل؟ علل جوابك. ثانيا اكتب حصيله هذا الاحتراق. اذا نخرجكم دابا التمرين ديال احتراق البوتان. اذا احتراق البوتان هذا احتراق البوتان في هذه الحاله احتراق كامل او غير كامل؟ اذا احتراق كامل اذا الجواب غتكتبوا احتراق البوتان كامل
قال لي جوابك عندي، لأن نواتج الاحتراق، لأن نواتج الاحتراق هي الماء وثنائي أكسيد الكربون. هذوما كيكون النواتج، هذا كيكون احتراق كامل. اكتب حصيلة هذا الاحتراق. اذا شنو بالضبط؟ اذا الحصيلة اذا عبدوها من هنا سقدنا، اذا بوتان احتراق دائما كيكون في ثنائي الاكسجين زائد ثنائي الاكسجين ينتج ماء. حاول باش هذا نديرها في نفس السطر، حاول ما نرجعش السطر هذا دائما، انا في الهضره بزاف كنكرر الحاجه 100 مره. زائد ثنائي اكسيد الكربون، كتبها صغيره ثنائي، الا ما قداتكمش رجعوا السطر وعاودوها ولا مسحوها عاودوها، ثنائي اكسيد الكربون. هذا هو هذه الاسئله اللي كاينه في التمرين اللي صورت لكم. انا عزيتكم سؤال من عندي، كاش داك التمرين صورت في الكتاب، غايقول لك اكتب معادلة التفاعل. عزيتكم على هذا السؤال، هذا اكتبوا معادلة التفاعل. اذا البوتان، اذا البوتان شنو هو؟ سي 4 اش 10 زائد او 2 كيعطيني اش 12 او زائد سي او 2. عزيتكم هذا السؤال، هذا واخا ما كاينش، زائد سي او 2 سي او 2 ثلاثة سي او 2. إذا غادي نوازن معكم هذه المعادلة، بدات نصاوب الكاميرا شوية باش تيبانلكم، نعاود الكاميرا نرجع شوية مانتنون سي بون سي بون واحد. إذا غنوازنو المعادلة، المعادلة غير متوازنة بحال دائما، غنوازنو المعادلة. إذا أنا ضرب الكربون، هنا شحال عندنا الكربون؟ ربعة، هنا عندي وحدة، إذا غنضرب في ربعة، إذا ما خلاتش لسباس باش ندير المعادلة التناسبية، إذا ما خلاتش لسباس باش ندير المعادلة التناسبية، نديرو السهم نطولو هنا نديرو هنا، إذا أش دو أو، زائد نخليو لسباس هنا، إذا هنا الكربون كان ربعة، غنضربو هادي أربعة. ياك الهيدروجين شحال كاين عندنا؟ 10، هنا عندي 2 نضربو هادي 5، يعني 5 في 2 10. قال الاكسجين، الاكسجين عندنا 2، هنا شحال عندي؟ 5، هنا عندي 5، هنا عندي 8. اذا 8 زائد 5 شحال؟ 13. اذا كنجي كنكتب نكتب هنا 13، هذا عدد أولي، ملي كيخرج لكم عدد أولي كتكتبوه تم، ولكن هنا غتولي عندنا 26، هنايا 13، غنجي هذيك المعادلة كاملة، هذي كاملة، غنضربها في 2، المعادلة كاملة غنجي نضربها في 2، باش توليني متوازنة، لأن هنا عندي الأكسجين 13 جوج على 26. هنا عندي 13، إذا ما يكونش متوازن الأكسجين، خصني نضربها كاملة في جوج باش بحال كنحتاجو داك. إذا هنا نضربو في جوج، غتولي عندنا جوج سي 4 اش 10 سي 4 اش 10. إذا هادي ما كنضربوهاش لأن هي عليها، باش غادي نكتبو غادي نضربو في جوج على 13، لأن 13 أو 2 هي 26. غتعطينا 5 نضربوها في جوج شحال؟ هي 10، لأن هنا في اللول كدير 13 على جوج باش كنحتاجو باش نصعب عليكم الشرح. كنضربو هادي غير المعاملات اللي كنضربوها في جوج هكدا، 8 عاوتاني غنضربوها 4 نضربوها في جوج عفوا 4 في جوج تجينا 8. إذا هي المعادلة متوازنة 8 سي أو 2. فهمتوا واش كتبان؟ غنعدلكم الكاميرا، إذا هي
لا فيريفيكاسيون كربون جوج في 4 8 هاي 8 كربون، الهيدروجين جوج في 10 20 هاي 10 في جوج 20 توازنا، اكسجين 13 في جوج شحال 26. شوفوا هنا عندنا 10 زائد 8 في جوج شحال 16، 8 في جوج 16، اذا 16 زائد 10 شحال اكسجين هي 26، اذا 16 زائد 10 26 13 جوج. اذا الان متوازنه المعادله متوازنه، تكون داك السؤال سي جامي تحتكم ولا شي حاجه تستافدوا منه. يلا عليكم شويه الوقت باش بغيتو تشوفوا كي هذا نقلو. نزيدكم شي حاجه اخرى شي تمرين اخر ولا جوج يعني نسالي ان شاء الله. نقرا عليكم التمرين، ينتج عن تفاعل الهيدروجين مع اكسيد الحديد الثالث دي الصيغه Fe2O3 الماء والحديد. اولا اكتب حصيله هذا التفاعل، ثانيا اكتب ووازن معادله هذا التفاعل. دابا شي سبوره خرج معكم التمرين. داخل التمرين اكتب حصيله التفاعل، اذا هنا عندنا هيدروجين الاول غنكتبو صغير باش تبدلنا، هيدروجين يتفاعل مع اكسيد الحديد الثالث ينتج ماء زائد حديد. يعني من نواتج التفاعل، هل متفاعلات هل نواتج؟ السؤال الاول. السؤال الثاني قال اكتب المعادله ووازنها، اذا لكتابه المعادله نكتب صيغ الجزيئات يسارا. نعم، اذا هيدروجين هي H2، الصغر عطاونا ديال اكسيد الحديد الثالث هي Fe2O3 كتعطينا حديد زائد الماء، اذا الماء H2O زائد Fe الحديد. شوف كتبان بعدا راه كتبان صافي راه كتبان لكم الحديد حديد لفاح او هكا قد الحروف تكتب ديال الجزيئات تكتب قد قد. اذا غنوزنوها، اذا باش غنبداو بالهيدروجين غنبداو بال شوفوا الاكسجين هو الاول، نبداو بالاكسجين. هنا عندك ثلاثة ضربت اكسجين، هنا عندي وحدة، اذا نضرب في ثلاثة نضربو هنا في ثلاثة ثلاثة شحال ولات عندنا الهيدروجين؟ ثلاثة في اثنان هادي جوج راه الهيدروجين، إذا ثلاثة في جوج هي ستة الهيدروجين، ستة هنا ديجا عندنا جوج غنضربو تالي في ثلاثة. هذا واحد الفيديو خاص كيف نوازن معادلة كيميائية. عندنا الحديد عندنا جوج هنا الحديد Fe جوج، هنا عندنا وحدة، إذا نضربو هادي في اثنان. غنكحزها باش نخلي المعادلة التناسبية فين نكتبها، خلي لها بلاصتها بعد شي شويه اف نعاودها اف او. اذا كتبوا اثنان ما تكتبوش هنا، كتبتوا هنا خطا، اثنان ما تكتبش هنا، لا نكتبوها يسار الجزيئه. اذا حنا خرجنا التمرين، حنا وزنا المعادله اون فيريفي لي فيريفيكاسيون. اذا ثلاثة في جوج ستة، ثلاثة في جوج ستة هيدروجين، اكسجين هاهما ثلاثة هاهما ثلاثة، الحديد جوج هاهما جوج، اذا المعادله متوازنة. اذا هنا شوفوا صافي متوازنة. يلا نقرا لكم التمرين، ينتج عن احتراق الكبريت اس في ثنائي الاكسجين غسام، يسمى ثنائي اكسيد الكبريت صيغته SO2. اولا اكتب حصيلة هذا التفاعل، ثانيا للحصول على كمية من غاز ثنائي اكسيد الكبريت كتلتها 6 غرام، نحرق كمية من الكبريت كتلتها 5 غرام في حجم من ثنائي الأكسجين كتلته 3 غرام. سؤال، أحسب كتلة الكبريت المتبقية عند نهاية التفاعل. داخل شي سؤال أول، أكتب حصيلة التفاعل، إذا المتفاعلات هي أسم المتفاعلة هي كبريت زائد ثنائي الأكسجين. إذا ينتج غسام هو ثنائي أكسيد الكبريت،
كتبوا معادله في نص طنجره سطر ثنائي ما قطعتيش نمسح ونعاود ثنائي اكسيد الكبريت جوج سطر معادله في سطر تاعك هكا هذا هو السؤال الاول ثنائي اكسيد الكبريت هاني راه هكا ها فاجئ اذا السؤال الثاني دام قال لك احسب كتلة كبريت المتبقية اذا اول حاجة نحسبو كتلة الكبريت المتفاعلة نشوفو المتبقية اذا نشوفو المعطيات عندنا قال كمية من ثنائي اكسيد الكبريت 6 غرام اذا هنا عندنا 6 غرام 6 غرام نقولو ام واحد تمام تساوي 6 غرام لا عفوا ام واحد كتكون هنا كلمة ام واحد عفوا ام اثنان وهادي ام ثلاثة ناتج اذا نحرق كمية من الكبريت كتلتها 5 غرام اذا الكبريت عندنا 5 غرام اذا تساوي هنا 5 غرام مع ثنائي الاكسجين الكتله ديالو شحال 3 غرام هنا نمسح باش نحس شويه 3 غرام الكتله ديال ثنائي الاكسجين 3 غرام إذا حسب قانون انحفاض الكتلة كتبو أن مجموع كتل النواتج تساوي مجموع كتل السم المتفاعلة إذا قبل ما نحسبو كتلة الكتلة المتبقية الكبريت غنحسبو بعدا الكتلة المتفاعلة إذا أول حاجة نحسب كتلة الكبريت المتفاعلة المتفاعلة إذا غنحسبوها بحال هادي راه ما عندناش نحسبوها ما كايناش إذا الإم واحد اش كتساوي لنا إم واحد نخرجوها عندنا إم واحد تساوي إم واحد تساوي إم ثلاثة ناقص إم اثنان إذا إم واحد تساوي إم ثلاثة شحال عندنا عندنا 6 غرام ناقص إم اثنان 3 غرام شحال كتجينا 3 غرام إذا هادي هي كتلة الكبريت المتفاعلة نعدل الكاميرا هاتي هذا شويش فوالا نجهز لكم شويش نجهز لكم باش تبان لكم الصبورة مزيان يعني. إذا 3 غرام هي اللي تفاعلت إذا هنا عندنا 5 غرام إذا شحال كتلة الكبريت المتبقية نكملها معكم هنا إذا الكتلة المتبقية نديرو الطرح الكتلة المتبقية بعد التفاعل هي إم تساوي 5 ناقص 3 تساوي 2 غرام إذا 2 غرام هي الكتلة المتبقية ديال الكبريت بعد نهاية التفاعل الكيميائي نخلي لكم واحد الوقت باش تركزوا مع التمرين اذا التمرين ساهل حصيله اذا الحصيله التلاميذ كيخلطوا ما بين الحصيله والمعادله هنا ما عطوناش نكتبوا معادله التفاعل الكيميائي اذا بغينا نكتبوا معادله التفاعل الكيميائي فهاد التمرين ناخذ التمرين اللي عطاو اذا هنايا عندنا الكبريت شنو الرقم ديالو هو اس نكتبها لكم هنا نقطتي هذه غادي نزيد كون هاد السؤال واخا مكاينش التمرين اس و يعني السوفخ سا كومونس افيك لا لتر اس ثنائي الاكسجين شكون هو هو او دو اللي عطاك مثلا اكتب معادلة التفاعل اش كتعطينا ثنائي اكسيد الكبريت اس او دو اذا المعادلة راها متوازنة اذا نعدل لكم راها فين درتها في هاد الكواه اذا هاي اذا مطلبوهاش في التمرين حسب التمرين اللي صورتكم الكتاب مفيش هاد السؤال اذا الا قالك اكتب حصيله التفاعل كتكتبوا التعبير كتابي الا قالك اكتب المعادله ها هي المعادله كتكتب باستعمال رموز الذرات وصيغ الجزيئات اوكي اذا نختبر التخرج ديال التمرين اللي صورت لكم اذا عندي جوج تمرين اخر